إعادة تنظيم وفحص النفقات للسنة المالية القادمة ولا سيما التشغيلية منها واعتماد الوسائل الدقيقة والسريعة لتعظيم الإيرادات غير النفطية أبرز ما تضمنته موازنة 2021. الرؤى الجديدة تأخذ مشكلات ركود الطلب في أسواق النفط ومستوى النمو في الاقتصاد العالمي والذي ما زال تحت قيد الانغلاق بسبب جائحة كورونا. موازنة العام المقبل مختصرة جدا وتقشفية، وقد تلجأ الحكومة فيما بعد إلى تخفيض مخصصات الموظفين لسد العجز الحاصل في الإيرادات. في حال تأخر إقرار مشروع موازنة عام 2021 فإن رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني قد لا ترى النور بحسب اللجنة المالية في مجلس النواب، لأن الرواتب مرهونة بالموازنة. القوانين العراقية النافذة تعطي شرعية للحكومة باللجوء إلى صرف الرواتب على مبدأ 1 من 12 في حال تأخر البرلمان بالتصويت على قانون الموازنة العامة. حسب القوانين العراقية النافذة فإن وزير المالية يمتلك صلاحية اللجوء إلى الاقتراض المؤقت لتأمين وصرف رواتب الموظفين في حال تأخير إقرار مشروع قانون الموازنة بالبرلمان. تضمن مشروع الموازنة ربط رواتب موظفي إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية مباشرة. يتراوح سعر برميل النفط المتوقع والمحدد في مشروع موازنة العام القادم بين 35 إلى 40 دولارا، مما يعني أن مشروع الموازنة سيكون تقشفيا بعد ضغط النفقات الرئيسية. تأخر مشروع الموازنة العامة للدولة العراقية للعام القادم قد يكون بسبب الموازنة الاستثمارية التي تعدها وزارة التخطيط والموازنة النقدية الذي يعدها البنك المركزي العراقي.